بماذا أخفقت روسيا بالنسبة لصحيفة نيويورك تايمز؟ كشفت الصحيفة عن خبراء عسكريين عن 9 أخطاء ارتكبها الجيش الروسي منذ اليوم الأول، فقد خططت موسكو لتحقيق نصر سريع وسهل، وتوقعت أن يتم الترحيب بقواتها كمحررين. وهذه الأخطاء هي وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الجنود الروس الذين تم أسرهم قالوا أنه لم يتم إخبار العديد منهم بأنهم سينفذون عملية عسكرية في أوكرانيا، إذ قيل لهم أنهم سيشاركون في مناورة عسكرية، كما أن القوات الروسية واجهت فشلا لوجستيا كبيرا، فقد تزودت إمدادات تكفي لأسبوعين فقط. كذلك فشلت القوات الروسية في التقدم نحو العاصمة كييف بسبب تأخر إصلاح أعطال الألية العسكرية. فالخبراء العسكريون توقعوا أن يستهدف الجيش الروسي أنظمة وقواعد الدفاع الجوي الأوكرانية قبل إرسال القوات عبر الحدود، وبدلا من ذلك توغلت القوات من دون دعم جوي. وبدأت روسيا عملية الغزو من 4 جبهات، الشمال باتجاه كييف، والشمال الشرقي باتجاه خاركيف، والشرق والجنوب من شبه جزيرة القرم. ووفقا للتقرير، وفقا لقاعدة نسبة القوة التي يستخدمها خبراء التكتيكات العسكرية، تحتاج القوة الغازية إلى 20 جنديا لكل 1000 من سكان الدولة بالنسبة لدولة بحجم أوكرانيا. فإن هذا الحساب يعني أن روسيا كانت تحتاج في هذه الحرب إلى 880,000 جندي، في حين أن القوة العسكرية الروسية التي دخلت الحرب هي أصغر من أن تقاتل، ناهيك عن السيطرة على الأرض. والمثير للدهشة أن الروس شنوا حربا كبرى باستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الراديو القديمة للتواصل، مما مكن الأوكرانيين من اعتراض الرسائل المتعلقة بالتحركات الروسية في ساحة المعركة وانتظارها بالكمائن. يقول أيضا الخبراء أن الجيش الروسي شديد المركزية، لدرجة أن القوات على الأرض لا يمكنها اتخاذ أو إصدار أي أوامر، مما تسبب في صعوبة التكيف مع التطورات على الأرض. من الواضح أن الروس لم يكونوا مستعدين لسيناريو يواجهون فيه مقاومة، ولم يضعوا أي خطط بديلة.